نعم. صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا يا بني خطير جدا، خطير، يوجب للإنسان أن يقطع العجب عن نفسه، لا يقول أنا عملت أنا عملت. هذا الذي عمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني في الزمن، بمعنى قرب أجل، ليس معناه في الرتبة أنه ترقى بعمله حتى لم يبقى إلا ذراع، لأنه لو كان كذلك لم يخذله الله عز وجل، لكن في الزمن حتى لم يبقى انتبه يا ولد لهذا، حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، يعني إيش في الزمن. أما عمله فليس بشيء، كل عمل الماضي ليس بشيء، لأنه لو كان عمله رقاه إلى أن يكون بينه وبين الجنة ذراع ما خذله الله عز وجل، كيف يخذله ويقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا. أفهمت الآن؟ طيب، إذا قال قائل كيف يكون عمله عمل الجنة؟ نقول نعم، هذا فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس أنه من أهل الجنة، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من هذه الحال، حال صعب. ويدل لهذا القيد ما أخرجه البخاري أن رجلا كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات، وكان رجلا شجاعا لا يدع للعدو شاذة ولا فاذة إلا قضى عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من أهل النار، نسأل الله العافية. فعظم هذا على المسلمين، قالوا: كيف يكون هذا الرجل الشجاع المقدام كيف يكون من أهل النار؟ فقال رجل: والله لألزمنه. وش معنى ألزمنه؟ أكون معه أشوفه للنهاية. فلازمه، فأصيب هذا الرجل بسهم من العدو فجزع، فسل سيفه ووضع ذبابه على صدره ثم اتكأ عليه حتى ظهر من ظهره والعياذ بالله. صار نهايته ايش؟ وش نهايته؟ ان قتل نفسه. عاد الرجل الذي لزمه الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: اشهد انك رسول الله. قال: بما؟ قال: ان الرجل الذي ذكرت لنا بالامس انه من اهل النار فعل كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. أسأل الله أن يحسن لي ولكم الخاتمة. علينا أن نتريث في الأمور، وأن ننظر وش نحن فيه، وأن لا نعجب بأنفسنا. عملنا مهما كان ذنوبنا عظيمة كثيرة. فهمت الآن؟ إذن أطلب منك، ما معنى قوله حتى ما يكون بينه وبينه إلا وبينها إلا ذراع؟ في الزمن لا في الرتبة، يعني حتى يقرب أجله فيعمل بعمل أهل النار. مثل هذا الرجل الآن عمل أهل الجنة فيما يبدو لنا، لما قرب أجله صار هذا. فهمت؟ أما رجل يعمل بعمل أهل الجنة مخلصا لله متبعا لرسول الله حتى يكون في منزلة عالية ما بقي عليه بينه وبين الجنة إلا ذراع، فهذا لا يمكن أن يخذله الله عز وجل، لأن الله أكرم من عبده سبحانه وتعالى. نعم.